الأحد 7 يوليو 2019 في عرب وود الليلة. تكريم السينما المصرية في تونس. كل الحواس بتشارك في المتعة بالفن. تكوس لارا اسكندر للاحتفال بعيد زواجها. Wedding is October. فلسه بقالنا شوية بقالنا almost داخلين على سنتين. نجوم عالميون يحترفون الكتابة الصحفية. سيد الصالح يكشف عن مشروع فني وطني كبير. إن شاء الله قريب قاعدين نفكر في الخطة الحين. إسعاد يونس حصرياً في عربو. أنا كنت ما باخد في الفيلم 1000 جنيه كان رواج مادي. أهلا بكم مرة تانية. كان ملفت مشاركة فيلم الضيف لخالد الصاوي في مهرجان منارات في تونس، خصوصاً إن الدورة السنة دي بتحتفي بالسينما المصرية ونجومها، ولكن المهرجان بيعمل خطوات كبيرة لمنافسة كبرى المهرجانات السينمائية في العالم العربي. على شاطئ أحد فنادق منطقة كمارات شمال تونس العاصمة أطلق مهرجان السينما المتوسطية منارات دورته الثانية، وقرر المهرجان الاحتفاء بالسينما المصرية والإيطالية وتسليط الضوء على أحدث ما أنتجوه مؤخراً. الافتتاح هو مهم والاختتام كيف كيف، ولكن الأسبوع اللي بيجي فيه الجمهور، خاطر احنا هذية مهرجان متوجه للجمهور بامتياز، خاطر احنا قررنا باش نمشيولو للشطوط، ما نستناوش باش يجيونا للصالات. منارات قاعد يكبر، منارات مهرجان مهم، مهم علاش؟ على خاطر ضيوف مهمين، اخصائيين معناها دي بروفيسيونيل، افلام مهمه، زيد على ذلك ثم لقاءات مع لي ماستر كلاس اللي حاجه باهيه برشا. السينما في الاخر تتفرج في فيلم وتقابل صناع الافلام، الاساس هو المتفرج اللي باش يتمتع بالافلام في عده مدن في تونس، من بنزرت للجنوب للساحل، فهذه حاجه باهيه، نقول برافو للمنارات. وتم خلال الحفل تقديم الضيوف المشاركين، منه الفنانة نالي كريم، إلهام شاهين، والممثل التونسي حلمي الدريدي، وغيرهم من نجوم الفن السابع. فكرة رائعة إنه مهرجان للصيف وعلى البحر على البلاج، شيء جميل إن الناس تستمتع، يعني الفن مش بس بمشاهدة السينما ولكن مشاهدة المكان نفسه، يعني العين بتستمتع والأذن بتستمتع وكل الحواس بتشارك في المتعة بالفن، والمكان الحقيقة جميل، تونس كلها جميلة الحقيقة. بحترم كل من يقدم مهرجان ثقافي فني سينمائي، أي نوع من الفنون مش بس فن السينما. بحب أكون موجودة وأكون سبورت لي وأشوف وأتعلم، لأنه بالتأكيد يعني تلاقي الثقافات المختلفة إحنا بنتعلم وبنستفيد. المهرجانات بالنسبة لي دايماً مش بس الريد كاربت، بس بيبقى في تبادل ثقافي حقيقي على مستوى عالي قوي، وبتشوفي ناس يمكن بتحبيها بس في الحقيقة ما بتقابليهاش، بتقابليها في مهرجان، تتناقشي في مواضيع مختلفة، في بروجكت يمكن جاية مختلفة جديدة. فعشان كده بحب المهرجانات، مش مهم يكون بسيط ولا مش بسيط. تكونت لجنة التحكيم، الكاتب الجزائري كمال داوود والممثل المصري سلوى محمد علي والمخرج الفرنسي ميشيل لوكلير والممثل التونسي سهير بن عمارة. يعني لي حاجة مهمة جدا، من أهم الحاجات اللي حصلت لي، لأنه هو مهرجان مهم، سينما البحر المتوسط بتجمع شعوب كتير، فخورين بأننا ننتمي للبحر المتوسط، لأنه ناس البحر المتوسط ناس لذيذة فاني، وبالتالي بيعملوا سينما لذيذة. والبحر المتوسط كمان منارات، عايزين نسقف لدرة لمنارات.
بيشمل برنامج المهرجان 54 فيلم بين روائي ووثائقي، إضافة إلى 13 فيلم قصير من أكثر من 20 دولة، وبتضم المسابقة الرسمية 10 أفلام بس من عدة دول مختلفة. ظاهرة مهمة باش يكملوا باش يدعموا وباش يحطوا في يحطوا معناتها اون فالور الافلام التونسية، ونكملوا نحاولوا معناها نخليهم يتشافوا اكثر، ونحاولوا نزيد نفعلوا اكثر دور السينما في تونس، خاطر سي تري امبورطون معناها الحاجات ما يتبنيوش هكا دانكو، معناها يلزم بشويه بشويه واحده واحده، واحنا يظهر لي اوني سور لا بون فوا، وان شاء الله ديما القدام بالسينما التونسية. هننتقل دلوقتي عند زميلتنا سلمى الأزاز في نيوز روم. مساء الخير يا سلمى. مساء الخير خليل. في الفترة الأخيرة اتعرضت أكتر من نجمة لهجوم شرس على السوشيال ميديا بعد نشرهم صورهم لأسباب مختلفة، ويمكن أبرز هؤلاء النجمات كانت إليسا. نشرت إليسا صورة جديدة ليها عبر صفحتها على إنستغرام، ولاقت الصورة موجة من التعليقات الساخرة. اضطرت إليسا لحذف الصورة في المرة الأولى، لكنها عودت نشرها من جديد بكل ثقة ومتحدية الجميع، وعلقت وكتبت خلي إيمانك أكبر من خوفك. وردت إليسا على الأشخاص الذين تنمروا على صورتها ووصفتهم بالمعقدين نفسيا، وطلبت أيضا من محبيها ألا يعيروا الانتقادات أهمية لأنها لا تؤثر بها. ولم تكتفي إليسا بالرد على تعليقات التنمر ضدها، بل قامت بإطلاق هاشتاج أنا إليسا، ونال الهاشتاج انتشار واسع على صفحات التواصل الاجتماعي. حس اللي شيك رهني، عصب لما تلمحني، طلع بأسوي فيي، ساعتها بتريحني. تعرضت أيضا نادين نجيم للتنمر من جمهورها بعد نشر صورة ليها على إنستغرام وظهرت بمكياج خفيف، ولكن ظهرت مسام بشرتها، وخاصة لأنها لم تستخدم فلتر الصور. وردت نادين على تعليقات جمهورها واستنكرتها وتساءلت هل توجد بشرة بالعيوب؟ بس أوقات كتير مننسى أنه الجمال بينبع من جواتنا لما منكون متصالحين مع حالنا، متمسكين بحياتنا والضحكة على طول على وجهنا. فجأة يسرى اللوزي متابعيها بنشر صورة ليها على إنستغرام بدون مكياج، وظهر ببشرة مليئة بالنمش وشعر قصير غير مرتب، وتعرضت يسرى للهجوم من جمهورها، وقامت على الفور بحذف الصورة، لكنها تحدد منتقديها وقامت بنشر صورة لها مقسمة لاثنين، واحدة بمكياج وأخرى بدون. وقامت يسرى بالتعليق عليها وكتبت لما بتتصور من غير مكياج في ناس بتقول وحش، ولما تصور بمكياج في ناس بتقول من غيره أحلى، ولكن كل مناسبة وليها ظروفها. لا يزال في عربود الليلة، أول أجر حصلت عليه إسعاد يونس. 70 جنيه عن فيلم جريمة لم تكتمل. من هو بابيستا أوليفيرا فيليب المدير الإبداعي الجديد لكنزو؟ لارا اسكندر إلى العزلة. قاعدة في مصر على البحر هتشمس.
مطربون اعادوا تقديم اغانيهم القديمه بتوزيع جديد. بكل اللي مشتاق اليها اروح واسال عليها. بعد رحيل هامبرتو ليون وكارل ليم عن منصبهم كمديرين إبداعيين لكينزو، يا ترى مين هو المدير الإبداعي الجديد للدار؟ بعد 6 أيام من عرض هامبرتو ليون وكارل ليم لمجموعتهم الأخيرة بباريس فاشن ويك، اختارت كينزو فيليب أوليفيرا باتيستا ليكون محلهم ويبدأ عمله بالأول من يوليو. وقام بنشر بوست على حسابه بإنستغرام بنفس اليوم بيعبر فيه عن فرحته بتولي هالمنصب، وقال إنه لشرف كبير لإلي إنه أعلن تعييني كمدير إبداع جديد لكينزو، والانضمام إلى هالدار المميزة هو بمثابة هدية عظيمة وتحدي بالنسبة لإلي. ويذكر أنه باتيستا برتغالي الجنسية وبيبلغ من العمر 44 سنة، وتخرج من جامعة كينغستون بلندن، واشتغل بالبداية مع ماكس مارا بإيطاليا، ثم أسس العلامة التجارية الخاصة فيه بعام 2003 ولكنه أغلق بعام 2013. كما أنه كان بيشغل منصب المدير الإبداعي للاكوست لمدة 8 سنوات حتى مايو 2018، وبعام 2016 تخطت أرباحها 2 مليار يورو بسبب رؤيته الفنية والتجارية يلي أبهرت LVMH، حيث صرح CEO الخاص بالشركة أنه موهبة فيليب كمصمم أزياء وارتباطه الشخصي بالعديد من الثقافات رح تكون إضافة قيمة ورح تساعد بتجديد الطاقة الإبداعية لكينزو، فيما بينتظر الجميع مجموعاته مع كينزو يلي من المؤكد انها رح تكون مفاجأة ورح تعرض بباريس مانز فاشن ويك بفبراير القادم. سيلين ديون تعيد ارتداء نكلس فيلم تايتانيك الشهير خلال باريس فاشن ويك. ايسوس تتعاون مع ديزني لطرح كابسول كولكشن مستوحيت من فيلم لاين كينج قبل عرضه بدور العرض ب 19 يوليو الجاري. ماريا غراتسيا تشوري بتحصل على وسام ليجون دونور من فرنسا. جين بيركن تعرض اثنين من حقائبها بمزيد علني لصالح دكتورز اوف ذا وورلد. جوتشي بتطلق حملتها الدعائيه الخاصه بخط المجوهرات الجديد ويلي ظهرت فيها فلورنس ويلش كوجه اعلاني للحملة. فندي بتكشف عن مجموعتها لفول 2019 بروما بحضور العديد من المشاهير أبرزهم زنديا وجيسون موموا، وهي المجموعة يلي تم إهدائها إلى كارل لاجرفيلد. شانيل، جيفانشي، رالفن روسو وسكياباريلي والكثير من لوكجوري هاوسز بيكشفوا عن مجموعة فول 2019 بباريس أوت كوتور. لورين هاتن تخطف الأنظار أثناء مشاركتها بعرض فالنتينو يلي أقيم ضمن فعاليات باريس أوت كوتور. نيكولا جيسكير بيكشف عن الصورة الأولى لفستان زفاف سوفي تيرنر. لارا اسكندر اللي بتخطف الأنظار دايماً زي ما بيقولوا بسبب جمالها الأوروبي واعتمادها البساطة في المكياج والشعر قابلناها في بيروت، خصوصاً إنها مبسوطة بالسنجل الجديد بتاعها واللي بعد ما نزلته قررت تهرب لحتة بعيدة عشان ترتاح شوية، فيا ترى عملت ايه وراحت فين؟ تجربة جديدة بتخوضها الفنانة لارا اسكندر من خلال اغنيتها الجديدة الطابور واللي قدرت تحقق نجاح على السوشيال ميديا. مبسوطة قوي من الرياكشن سو فار، ما بقناش 24 ساعة واوريدي الرياكشن كويسة قوي فمبسوطة. سألناها عن سر نجاحها وسط نجوم كبار. الجيرني بتاعتي حصلت عشان كان عندي ناس حواليا، وده دليل انه لما عندك ناس حواليك كويسين وعايزين your best interest بتعرف تشتغل كويس وبتعرف تعمل حاجات انت فخور بيها يعني.
هل بتعتمد على جمالها الخارجي لتحقيق النجاح؟ I think إنه هو لازم عشان تشتغل في المجال ده ما ينفعش بس يبقى عندك صوت حلو أو يبقى شكلك حلو، لازم يبقى تعرف الناس حواليك مين وتعرف إزاي تختار الناس اللي حواليك، عشان الناس اللي حواليك في الآخر الواحد بيشوف الفنان بس مش بيعرف إنه في تيم وراه اللي بيعمل كل حاجة. وكشفت لنا عن اجازتها اللي بتقضيها في مصر خلال الصيف. قاعده في مصر على البحر هتشمس وارتاح واشتري دماغي من كل حاجه وخلاص. وسالناها عن زوجها وهل بيدعمها في مجال الفن. الحمد لله جوزي راجل he's always been very supportive وبيحب المجال بتاعي يعني very supportive، فبالنسبه لي يعني لما افتكر لما حد يتجوز حد كده حياته بيبقى اسهل. وبتحب لارا تنشر العديد من الصور مع زوجها على صفحتها على الانستجرام. وكشفت لنا كمان عن قرب موعد الذكرى الثانية لزواجها. Wedding is October فلسه بقالنا شوية يعني بقالنا almost داخلين على سنتين. وفي نهاية لقائنا معاها وجهت رسالة لكل جمهورها. أقول لكم صراحة انبسطوا للآخر عشان الصيف ده أنا بالنسبة لي أحلى حتة في السنة كلها، ف just have fun. أكتر من مطرب ومطربة لجأوا في الفترة الأخيرة لإعادة غناء وتوزيع أغاني قديمة ليهم واللي حققت نجاح كبير عند الجمهور، فمين يا ترى أبرز النجوم اللي أقدموا على هذه الخطوة؟ أعاد الفنان راغب علامة تقديم أغنية لو دارت الأيام بشكل وتوزيع جديد، كما قام بتصويرها أيضاً بشكل عصري. الأغنية قدمت لأول مرة عام 1996 ضمن ألبوم فرق كبير، وبالرغم من النجاح التي حققته الأغنية إلا أن راغب لم يقم بتصويرها كفيديو كليب. لو دارت الأيام عليكم والدموع جرحت عينيكم. كما فاجئ راغب جمهوره بإعادة تقديم أغنية تانية لي وهي قلبي عشاها والعيون، والتي اشتهر بها في مصر والعالم العربي وغناها الأول مرة عام 1991، وقام بتصويرها واستعان بموديل أجنبية. كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها أما تامر حسني فأعاد توزيع وغناء أغنية كفاياك أعذار من ألبومه الأخير عيش بشوقك والذي قدمه العام الماضي، وقام بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة. لو فعلا بتهمك راحتي زي ما بتقول كان المفروض لما تشوفني تفهم على طول. وأعاد تامر غناء الأغنية من جديد برفقة زوجته بسمة بوسيل وبتوزيع مختلف، وقامت بسمة بوسيل بنشر الأغنية عبر صفحتها على الإنستجرام مرة برفقة تامر ومرة أخرى بصوتها فقط. لو فعلا بتهمك راحتي زي ما بتقول كان المفروض لما تشوفني تفهم على طول. أيضا قام عمرو دياب بإعادة وتوزيع أغنية بالحب اتجمعنا بعد غنائها لأول مرة في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية عام 1991، وظلت الأغنية في الأذهان والقلوب على مدار 28 عام حتى قام عمرو بتوزيعها هذا العام، وذلك بمناسبة استضافة مصر لكأس أمم أفريقيا من جديد. بالحب اتجمعنا والدنيا هتسمعنا حرصت شيرين عبد الوهاب وتامر حسني على إعادة تقديم أغنية لو كنت نسيت والتي كانت سبب شهرتهم في البداية، وطرحت الأغنية لأول مرة ضمن ألبوم فري ميكس 3 للمنتج نصر محروس عام 2002، وبعدها انطلق الثنائي في عالم الغناء حتى أصبحوا من أهم مطربين العالم العربي. وحرص تامر وشيرين على مفاجأة الجمهور وإعادة غناء الأغنية بشكل مختلف في إحدى حفلاتهم الغنائية. Thank you.
بعد الفاصل في عربود الليلة، تواريخ لا تنسى في حياة إسعاد يونس. يوم 12 إبريل يوم ميلادي. نجوم هوليوود كاتبوا مقالات. الكشف عن كواليس جديدة لأفلام تم عرضها. دايما بيكون لنجوم هوليوود اراء وافكار بيحبوا يعبروا عنها باستمرار، وقصص مشوقه اللي بتكون في اغلب الاوقات للاسف حزينه. القصص دي بيحبوا يوصلوها لجمهورهم على طريقتهم الخاصه، عشان كده في نجوم عالميين بيلجأوا لكتابه المقالات في المجلات والجرايد الكبيره. البداية مع أنجلينا جولي يلي عينت مؤخراً من قبل مجلة تايم كمستشارة تحرير للمجلة، لذلك سينشر لجولي مقال شهري تتناول من خلاله الكثير من الأمور المتعلقة بمجال حقوق الإنسان ومشاكل الهجرة واللاجئين. وهيدي منا المرة الأولى يلي تنشر مقالات صحفية باسمها، حيث سبق ونشر مقالين لإلها بعنوان Diary of Surgery My Medical Choice بمجلة The New York Times. وكشفت جولي من خلالهم عن مرض سرطان الثدي وحذرت السيدات من مخاطر المرض وكشفت عن طرق للوقاية منه. I didn't expect there to be so much support and I was very moved by it. It's connected me so much to other families, other women. So it's been a really beautiful journey. في مقام ستيف مارتن بكتابة مقال بعنوان The Death of My Father وكشف من خلاله كيف وفيت والده غير حياته. Officer Jacques Cluzeau, gendarme, third class. وكانت The New Yorker خيار أميليا كلارك أيضاً لتعلم من خلالها لجمهورها عن خبر غير سار أبداً، حيث كشفت بمقال بعنوان Battle for My Life عن إصابتها بمرض تمدد الأوعية الدموية بدماغها من بعد انتهائها من تصوير الجزء الأول من Game of Thrones، وكانت على حافة الموت بسبب هالمرض. Sajora, I don't know how to say thank you in Dothraki. There is no word for thank you in Dothraki. وكذلك جينيفر لورنس يلي قررت انه تكشف عن العنصرية يلي بيواجهها ممثلات هوليوود، وتناولت الفجوة الكبيرة ما بين اجور الممثلين والممثلات من خلال مقالة Why do I make less than my male co-stars يلي نشر عام 2015 بسايت لاني لاتر. الفنان السعودي زايد الصالح سعيد بالحركة الفنية الكبيرة الموجودة في المملكة العربية السعودية والمهرجانات اللي بتقام من منطقة لأخرى، واللي طبعا عنده إطلالات هيقابل بيها الجمهور السعودي في أكتر من حفلة. احنا قابلناه في مصر أثناء تحضيره أعمال جديدة وخصنا بتفاصيل بيكشف عنها لأول مرة، بالإضافة كمان لمشروع ضخم بيحضره. مرحبا
ما زال الفنان زايد الصالح بيتلقى ردود الفعل على أغنيته الأخيرة شخباري يلي قدرت تحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة على السوشيال ميديا. الحمد لله لقيت صدى جدا في يعني صدى جدا قوي في السوشيال ميديا، والله يوفقنا يا رب إن شاء الله في الأعمال القادمة بإذن الله. يعني تالي الحب وياك بدك القلب ما كفى يا أخي مل مني رضا. وسألناه عن حصيلة أعماله الغنائية ومشاريعه الفنية الجديدة. ألبومين اشتغلناهم اللي منك ويلاحقني، ما فكرنا والله للحين أنه حنا نشتغل على الميني ألبوم. الحين مفكرين يمكن تقريبا عملين إلى ثلاث أعمال كلها سمعك راح تكون برضو أغنية سنجل إن شاء الله. مثل ما قلت لك أنه الألبوم مو مستعجلين عليه. وكشف لنا عن مفاجأة للجمهور المصري. راح يكون في عمل إن شاء الله مصري، برضو أقول لك أنها مفاجأة ما راح أصرح لك. في أغنية مصرية يعني في الألبوم، والله للحين نركز في موضوع اللي هو السنجل القادم إن شاء الله، يعني أكيد الأكيد إن شاء الله راح تنزل أغنية مصرية إن شاء الله. وعنده كمان مشروع وطني قريبا إن شاء الله قريب. قاعدين نفكر في الخطة الحين، بس إنه تخلص كتوزيع وزي كذا فراح نبدأ فيها إن شاء الله. لا 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 تخاف الناس وعيون البلاء. ويا ترى شو رح يقلنا عن نجوم الأغنية السعودية مثل الفنان محمد عبدو وعبد المجيد عبد الله؟ هذول أساتذة، فهذول نتعلم منهم كفنانين ما شاء الله تبارك الله. أقول يا رب، يعني الواحد يتمنى بالعكس إنه ينافس أستاذه، يعني هذا شيء جامد يعني. وبحب يغني مع مين من مطربات الخليج؟ أتمنى أغني أنا مع كل أمانة. أما سوى الأغنية المصرية فألا نجوم مفضلين تامر، عمرو دياب، هذا من الفنانين اللي والله أسمع لهم كثير. تامر يعني صوته قريب أحب حسه، عمرو دياب نفس الشيء. وكشف لنا عن تجربة درامية جديدة. كان في موضوع عن مسلسل، ده كان إن شاء الله على رمضان القادم إن شاء الله. أتمنى بكل أمانة أنه أنا أمثل مع ناصر القصري. اللي على طاري الحب مداري أسمع بما شفته والحب لحن. وكشف لنا عن رأيه بالنهضة الفنية بالمملكة. أنا فرحان أنه أنا قاعد أشوف هالأشياء الجميلة اللي جالسة تصير في المملكة، هي الترفيه يعني ما قصرت معنا، وتركي على الشيخ يعطيه العافية قدم أشياء كثيرة جدا، وهذا شيء يفرحنا بكل أمانة. بتزيد عذابي لي ويهون شبابي لي وتطول غيابك لي، قولي لي ماشي لي لي يا سمر. ومجدداً مع جولتنا على أحدث الإصدارات الموسيقية، وبنبدأ مع الفنان التونسي صابر باعي يلي طرح ألبومه الجديد صابر باعي 2019 من إنتاج شركة روتانا. وبيتضمن الألبوم 10 أغنيات متنوعة بين اللهجات اللبنانية، المصرية، التونسية والخليجية. رباعي اعتبر أنه هالألبوم بمثابة محطة مهمة جداً بمسيرته الفنية، وعبر على حسابه بتويتر وقال: ألبوم صنع ليخلد في تاريخ الموسيقى العربية. صابر أطل على غلاف الألبوم بإطلالة مختلفة تماماً عنه، وتخلى عن ملابس الكلاسيكية وظهر بلوك شبابي وعصري جداً. كما أطلق فيديو كليب لأغنية باي باي من إخراج وليد نصيف. غرامك مليت حبك نسيت وندمت انا على غرامك قلبي تعب شروق. وإلى كارول سميحة يلي أطلقت أغنية صيفية بعنوان إن شاء الله، وهي من كلمات تامر حسين وألحان إسلام زكي والتوزيع الموسيقي العادل حقي، وهي باللهجة اللبنانية. أنا وحدة طايرة من السعادة يقال هذا علي وعلي.
أما الفنان السوري الشاب نصيف زيتون فطرح أغنية جديدة بعنوان كل يوم بحبك. الأغنية من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، وتوزيع جيمي حداد. وقدم نصيف كليب للأغنية بطريقة مبتكرة وحقق خلال أيام أكثر من 2 مليون مشاهدة. واسي قبلك 5 وحبك بقلبي 6 للدنيا 4 فصول وعينيك الفصل 5. كما طرحت ديانا حداد أغنية سينجل جديدة باللهجة الخليجية وهي بعنوان أحبك وكذا، والأغنية من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع وميكس محب الراوي. أحبك وميت عليك وكذا، قلبي ما حد غيرك انت خذا. أما الفنانة السعودية الشابة داليا مبارك فطرحت أغنية بعنوان درب المضيع، واستطاعت خلال ساعات قليلة أنه تتصدر ترند جوجل بالسعودية. الأغنية من كلمات قصي عيسى وألحان علي صابر. أنا درب المضيع على حبك الضايع، مسوي نفسي ما قادر وأنا شايف وسامر. بعد الفاصل في عربود الليلة، هذا التاريخ هو الأهم في حياة إسعاد يونس. تاريخ افتتاح الشركة العربية كان 24 يوليو سنة 2000. الكواليس هي الجانب الخافي من أي عمل فني، وللجمهور بيكون عنده فضول عشان يشوفها ويعرف إزاي العمل خرج للنور وكمان يعيش أجواءها مع نجومه. فخلونا نشوف مع بعض الكواليس الجديدة اللي تم الكشف عنها لأبرز الأفلام اللي عجبت الجمهور. نشر تامر حسني فيديو جديد من كواليس فيلم البدلة عبر حسابه على انستجرام، وهو عبارة عن مشهد أكشن في الفيلم. ظهر فيه تامر وهو يقفز من دور علوي مع ماجد المصري داخل إحدى المولات التجارية، وكان مضمون تعليقه على المشهد إنه حتى هذا اليوم مش عارف إزاي نطيت، ولكنه فعل ذلك من أجل الجمهور. وجاءت العديد من التعليقات على الفيديو بأن المشهد كان فعلا واقعي، ولكن الأهم سلامته. يذكر إن الفيلم شارك في بطولته أكرم حسني وأمينة خليل. وعلى نفس النهج نشر حمدي المرغني عبر حسابه على انستجرام فيديو جديد من كواليس فيلم حملة فرعون، وكان الفيديو عبارة عن مطاردات بالأسلحة وضرب نار وانفجارات، وعلق المرغني على الفيديو من أهدى مكان في العالم. وجاءت التعليقات من المتابعين إن الفيلم كان رائع وإن دوره نال إعجاب الجمهور، والفيلم من بطولة عمرو سعد ورومي. صاحب ليه عند صاحبه يا فرعون؟ مصلحة فيها 10 مليون أخضر. أما مصفف شعر النجوم هيثم دهب فكشف عن فيديو عبر حسابه على انستجرام بيتضمن لقطات من تجهيز أبطال فيلم الممر للتصوير، وظهر في الفيديو أحمد عز وأحمد رزق وإياد نصار وهو يصفف شعرهم ويضع المكياج لهم. وأيضا ظهر في الفيديو أحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس وهم يستعدين للتصوير، وكان مضمون تعليق دهب على الفيديو إنها كواليس أهم فيلم في حياتي، وكان له الشرف والفخر في تجهيز نجوم هذا العمل. وتدور أحداث فيلم الممر في الفترة التي سبقت حرب 6 أكتوبر، وهو قصة وإخراج شريف عرفة. يعني الحرب خلصت وانتوا انهزمتوا إذا مش منتبهين. أنا مش هندافع، نهاجم. كما نشر بيتر ميمي مخرج فيلم كازابلانكا فيديو من كواليس الفيلم عبر حسابه على انستجرام، وظهر في الفيديو تصوير مشهد اصطدام سيارة كان يقودها أمير كرارة بسيارة نقل داخل المينا، وعلق على الفيديو كواليس كازابلانكا خلف الكاميرا. وجاءت التعليقات من قبل المتابعين إنه من أحلى الأفلام، والإخراج كان على مستوى عالمي، وشارك في بطولة الفيلم أمير كرارة وإياد نصار. العركة لو ابتدت هتزعل. I'm glad you're gone, I'm glad you're gone. I thought I couldn't live without you, but I was wrong. Couture aussi pour le jour. رسالة مختلفة أراد أن يوصلها ألكسندر بوتشي من خلال تصاميمه للأزياء يلي بتناسب كل من الإطلالات الصباحية والمسائية
بعرض ممكن انه نطلق عليه انه كان مثالي بكل شيء. معظم الايتيمز بالكولكشن كانت هاند ميد وتميزت بالانوثه والسمبليسيتي وغير مبالغ فيها ان كان بالترصيع ولا التطريز، رغم انه معظم التصاميم كانت للسهره وكان اللونين الاسود والابيض هن المسيطرين على الشو. واكثر شيء يلي لفت الانتباه بالكولكشن هي الكشاكش وربطه العنق اللي تواجدوا بكثره بمعظم الديزاينز، بالاضافه الى الجاكيتس الضخمه ومربعه الشكل مع الاكتاف الكبيره يلي بترجعنا الى موضه الثمانينات. ألكساندر فوتيه بهالكولكشن رجعنا إلى أجواء النوستالجي وقتها كانت بتحاول المرأة إنها تبقى أنثوية ولكن بأزياء استعرضتها من الرجال. أما دراسز فكانت مميزة جداً وبتناسب مختلف الأذواق وتنوعت بين القصيرة والطويلة يلي صنعت من الساتان ومن الأقمشة اللامعة بألوان مليئة بالحيوية. ومن السيلبريتيز حضرت سيلين ديون وهيدي من المرة الأولى لإلها بتحضر عرض ألكساندر فوتيه، ولكن هالمرة فاجأتنا باختيار أوتفيت غير متوقع من خلال فستان قصير من الساتان باللون الأوف وايت مع ساندال ذهبي ساب من جان فيتو روسي، واختارت إنه تكون إطلالتها فيري سيمبل واكتفت بس بوضع الخواتم مع هير ستايل وميك أب ماتشينج مع ديزاين الدريس. وصلنا دلوقتي للقاء حصري قدر يحصل عليه زميلنا أشرف صادق مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس والمقلة في إطلالاتها التلفزيونية، بس أشرف صادق كسر الحصار اللي فرضته إسعاد يونس وخطفها حصريا في عربود في نجم الأسبوع. يوم 12 إبريل يوم ميلادي بيحتفلوا هما، انا خلاص بقى زودناها. ميزو اتذاع في رمضان اغسطس 77، مش فاكره بقى بدايه اغسطس كان امتى رمضان يعني، بس احنا ابتدينا في رمضان. تاريخ افتتاح الشركة العربية كان 24 يوليو سنة 2000، لكن الإعداد لهذا الافتتاح كان من يناير 2000. آخر 20 سنة من عمري يعني أزهى سنين حياتي الشركة العربية خدتهم. بصوا بقى إذا كان على الزعيق والفتوانة فأنا أصلا من عبديه. 18 إبريل 2014 أول حلقة من صاحبة السعادة 18 إبريل 2014 داخلين على 300. يا مساء الفل والهنا، ما تبصليش كده بضحك. أنا افتكرت الدخلة يا ابني، عايزين نبتدي البرنامج. أكتر حلقة محببة ليا من صاحبة السعادة، ما ينفعش أقول كده أبدا يعني، في حاجات كتير جدا حلوة بحبها أوي. في الحلقات الضاحكة، الحلقات اللي فيها أكل كلها يعني ما شاء الله الحمد لله يعني. أنا ابتديت أحس بالخطر. السيزون الجديد من صاحبة السعادة إن شاء الله خلال شهر أو أقل يعني نبتدي نصور، نبتدي نعرض في العيد الكبير بإذن الله، والجعبة فيها الكثير إن شاء الله، هيبقى فيها حاجات حلوة. وإحنا صغيرين كلمة ساحرة، مفتاح صندوق الذكريات الجميلة. لا ما افتكرش أول حلقة إذاعة، ده كان سنة 66
و66 كنت عندي ما تمتش 16 سنة وكنت بساعد في حلقة إذاعة اسمه في برنامج اسمه لمستمع الشرق الأوسط فقط، بس مش فاكرة أول حلقة عملتها بصوتي إمتى، مش فاكرة. اللي اشتغلوا في الإذاعة المصرية خصوصا إذاعة صوت العرب، لما كنا نروح أي بلد عربي ويكون معنا زميل أو زميلة من صوت العرب كانوا بيبقوا نجوم فوق العادة. سبعين جنيه عن فيلم جريمة لم تكتمل، كنتش لسه مثلت ولا حاجة، بس جات كده اشتغلت في الفيلم ده مع أستاذ نور الدمرداش، خدت فيه 70 جنيه. اتأخرتي قوي يا هدى، عقد الموظفين بقى، ده انا سبت الشركة بالعافية. لا مفيش حاجة، لو كل أجر بعمره يعني. أنا كنت ما باخد في الفيلم 1000 جنيه كان رواج مادي. يا ساتر يا رب. خليت اسمي أكبر عيلة في مصر تحت الرجلين، أخرج برا بيتي. استنوا معنا بكرة الجزء الثاني من نجم الأسبوع مع القامة الفنية الكبيرة إسعاد يونس. أنا أجمل بنت في مصر، كل الناس زي بعض عندي، ولا بتصفت ولا يهمني اللي قاعد ورا الكاميرا مش طايقنا. خلصت حلقة عربود الليلة وكان فيها تكريم السينما المصرية في تونس، كل الحواس بتشارك في المتعة بالفن، تكوس لارا سكاندر للاحتفال بعيد زواجها. Wedding is October، فلسه بقالنا شوية يعني، بقالنا almost داخلين على سنتين. نجوم عالميون يحترفون الكتابة الصحفية. سيد الصالح يكشف عن مشروع فني وطني كبير إن شاء الله قريب. قاعدين نفكر في الخطة الحين. إسعاد يونس حصرياً في عربون. أنا كنت ما باخد في الفيلم 1000 جنيه كان رواج مادي. وبكده تكون خلصت أخبار وأحداث حلقة النهاردة. استنونا بكرة وحلقة جديدة من عربود، وشكراً لمتابعتكم.